هبتدي بقرايه جزء من كلمه ربنا من انجيل القديس لوقا اصحى 13 اللي يحب يقف معانا من المشاهدين يبقى احسن وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائح فاجاب يسوع وقال لهم اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون خدوا بالكم من الكلمة دي بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون أو أولئك الرب ضفح موضوع تاني حتى تاني أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وقال هذا المثل كان لواحد شجرة تين مغروسة في قرمه فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد. فقال للكرام: هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرًا في هذه التينه، ولم أجد. التينه دي إشاره لحياتي وحياتك. رب بيدور على ثمرة التوبه، بيدور على ثمرة البر، بيدور على ثمرة الرجوع. لكن بيقول كده. هو ذا ثلاث سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينه ولم اجد اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا فاجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنه ايضا حتى انقب حولها واضع دبلا فان صنعت ثمرا والا ففيما بعد تقطعها يا رب بصلي من اجل كل نفس تشاهدنا الان يا رب اصلي من اجل نفسي اصلي من اجل وقت رهيب يمر على الكره الارضيه كلها ان تعطي انتباها ان تعطي صحوه ان تعطي رجوعا حقيقيا بالتوبه لشخصك ونحن نعلم كما كتبت في هذا الكتاب انه لا رجوع ولا قبول الا من خلال صليب ربنا يسوع المسيح لذا اطلب ان تتعامل بروحك القدوس العظيم مع ارواحنا كلنا يا رب لكي تكون هذه ليست فرصه مصيبه يمر بها العالم بل فرصه رجوع حقيقي وتوبه لكي يا رب تاتي اوقات الفرج من عند الرب ولك كل المجد امين امين. قاعد بصلي بقى لي كم يوم انه اعرف يا رب عايز تقول ايه في الظروف دي. فاخيرا امبارح بالليل حتى ما لحقتش اقولها للاخ نجيب. قلت له حاجتين قبل كده فاكر؟ وكل شويه بغير بس حسيت الرب قال لي الكلام ده هيوجه للجميع. هنا حاجة مماثلة للي بيحصل اليومين دول. ناس رايحين يقدموا ذبايح، رايحين يعبدوا ربنا في أورشليم. يقول لك الكتاب هنا من الجليل يعني، خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. خلط بيلاطس إيه؟ دمهم يعني دول رايحين يعبدوا ربنا ورايحين يقدموا ذبايح. الراجل المجرم ده كان بيتضايق من الجليل ومتضايق إنهم بيعملوا ثورات ف زق العساكر بتوعه في ثياب مدنيه وهم شايلين سيوف زقهم في وسطهم وبدا يضرب فيهم خلى دمائهم مخلوطه بدم الذبائح فالناس بيقولوا له ايه رايك في اللي حصل ده؟ ايه رايك في اللي حصل؟ يكونوا دول وحشين اكتر من كل الجاليين وحشين قوي قوي عشان ربنا سمح بيهم سمح لهم بكده قال لهم طب انا هقول لكم حاجه كمان هقول لكم حاجه مش بقى الجليل لا اورشليم اصل اورشليم بيفتخروا بنفسهم قال لهم بلدكم دي اللي فيها الكبرياء والذات فاكرين ال 18 اللي سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم ناس قاعده تحت برج من الابراج السبعه او الثمانيه بتاعت تحيط بأورشليم وقع عليهم البرج ماتوا قال لهم طب ايه رايكم دول هل دول اوحش من كل الساكنين في اورشليم عشان قتلهم البرج يجاوب الرب يسوع يقول كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. هنا الرب بيوجه نظرنا لحاجه يا جماعه مهمه. احنا كل مشغوليتنا الناس بتموت ازاي؟ وليه؟ وازاي ما يموتوش؟ ولو ما عملوش كذا كان هيحصل لهم كذا الرب هنا بيقول مش كيف نموت او لماذا متنا لكن ماذا بعد ان متنا دي المهم الخطير ماذا بعد الموت الرب هنا خدوا بالكم يا جماعه الناس كلها مشغوله واول مره بقولها من ايام الطوفان ان حاجه وباء ومصيبه تحاوط الكره الارضيه كلها كل تفكير الناس ازاي نفلت من المصيبه ازاي ما نموتش لكن الرب يسوع هنا بيسال كل واحد ماذا لو كان نصيبك الموت أين ستذهب بل إن لم تتوبوا فجميعكم إيه كذلك تهلكون هل الأحداث دي أحبائي رجعت نفوس للمسيح هل الأحداث دي خلت ناس تعترف أنهم بعاد عن النعمة بتاعت يسوع المسيح أنه ما زال ينادي وبيقول أهربوا من الغضب الآتي بفتكر بها برضو أيام الطوفان أيام الطوفان يعني شوفوا احنا البلاوة دي بقالها لها كم شهر كم شهر أيام نوح مئة سنة أو مئة وعشرين سنة والناس مش عايزة تتوب عشان كده نداء للتوبة لكل خاطئ نداء لكل واحد ما قبلش يسوع مخلص انه ينادي طب وافرض ناديته افرض جيت له وامنت بيه ومت اطمن روح لطبيب بالروح حتى الرسول بولس يقول ايه ان عشنا فللرب نعيش ها بس يعني ما بلاش الحته الثانيه بولس قال لا وان متنا فللرب نموت ان عشنا او ان متنا فللرب نحن المؤمن الحقيقي اللي قبل الرب يسوع مخلص ما بقاش يخاف من الموت لان يسوع غلب الموت <applause> إنه قد انتصر على الموت وقام من بين الأموات وأنا كمان لما هموت هيقومني معاه بمجد وحتى قبل ما يقومني روحي هتبقى معاه في السماء ما رأيكم عايزين نحول المصيبة إلى بركة صدقني تبقى بركة في حياتك وحياتك عشان كده الرب هنا بيركز على أول حاجة على اللي أنا بسميها أول نقطة بتاعت الجليلين دي بقول اخطار ارهابيه. اما بالنسبه للسقط عليهم البرج بسميها اخطار عرضيه، حادثه. ماشي في الشارع هفته عربيه، طياره طالعه وقعت في البحر. معرضين كلنا، لكن في حاجه نمره ثلاثه هقراها لكم شجره التين بسميها اخطار الهيه. الصوت اقطعها، ده صوت الدينونه، صوت الله اقطعها. يبقى في اخطار. بسميها إرهابية، أخطار عرضية، أخطار إلهية. أتكلم على الأخطار الإرهابية دي كلام بسيط، مر علينا إرهاب وبيمر وبيمر. ما هو موقفي لو الرب سمح لي بالموت بس؟ تاني بكرر كلام الرب يسوع بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يا ريت فرصة هذا المرض فرصة فرصة سيئة أنا عارف بس فرصة توبة ورجوع قل له رب أنا جاي لك أنا جاي لك أنا خايف أيوة من الموت ما لازم تخاف لكن عايز أطمن ماذا بعد الموت بشوف حاجة يعني حاجات تعبت منها نفسيا صدقوني تبقى شوف طبعا احنا اكتر حاجه بنعملها دلوقتي بنقعدين قصاد التلفزيون وتقريبا تقريبا كل القنوات حتى القنوات المسيحيه تقريبا كلهم بيدوروا حوالين ايه الفيروس حوالين الفيروس فالمهم مره بشوف قريب من كام يوم ناس من اصعب المناظر اللي شفتها واخدينهم على العزل حاطينهم كده في بتاع بلاستيك بيجرهم ودكم بيصرخوا لانهم عارفين هيخشوا هناك وهيموتوا وسرحت بفكري اما كنت بقرا على الناس واخدينهم للاعدام. واقول في نفسي يا رب هل الناس دي قبلتك ولا لا؟ ربنا يقول لي ما تتمالك بمالهم فكر في نفسك. اشكرك يا رب لانك قبلتني رغم خطاياي. اشكرك يا رب لانك رضيت ترجعني ليك. اشكرك لأن اقدر اهتف ان عشت فللرب اعيش وان مت فللرب اموت. ان عشت او ان متنوا فللرب انا. هل تقدر تقولها من قلبك؟ عشان كده أول حاجة بسميها أخطار إرهابية. يرد الرب عليها يقول لهم عليهم يقول لهم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. حصلت بالحرف. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيه ولكنكم لم تريدوا، بعد الكلام ده باقل من أربعين سنه اللي حصل في دول حصل مع سكان اورشليم. صدقوني النفس اقراها في التاريخ، دخل امبراطور وقائد اسمه تيتوس الروماني هد الاسوار. دخل كانوا بيقدموا ذبايح، خلط دمهم بذبائح كسر الهيكل وصلب ناس دول اللي اصلهم اللي صلبوا رب المجد يسوع. لو ما كنتوش هتتوبوا هيحصل لكم نفس الكلام بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. كمان بالنسبه لل18 اللي سقط عليهم البرج دول وقتلهم برضه حصلت برضه لما قال بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون حصلت؟ حصل لما برضه دخل تيتوس وقعوا الاسوار هدوا الابراج في ابراج نزلت على مش 18 على ما اذكر راح فيها مليون راح فيها مليون كان الرب برؤيته البعيده وشاف المستقبل بيقول لهم وبيقول لنا كلنا يا جماعه مهما كانت النتائج مهما احنا بنتمنى طبعا ان العلماء يكتشفوا حاجه وان كان زي ما احنا بنشوف وبتشوفوا في الاخبار الامور من سيء لاسوء لكن العلاج في يده هو فس هو اللي يقدر يفتح ويغلق هو عندما يامر الفيروس هيخرس وهينحط لكن عندما يسمح بهذا فهو عايز ينبه نفوس غفلانه مش درياناً عشان كده تاني واحده دي بسميها اخطار ايه عرضيه اخطار عرضيه النمرة ثلاثة بقى بسميها أخطار إلهية بقى ها. إيه الأخطار الإلهية؟ قال واحد عنده شجر التين مغروسة في كرمه طبعا الرب هنا ما يقصدش التين يعني لكن يقصد يا إما التينة دي تشير لليهود أمة شبهت بالتينة يا إما أنا باخدها بقى سيبك من النبوات باخدها تطبيق ليا أنا أنا شجرة التين دي مغروسة في كرمه راجل صاحب الجنينه حب ينوع يعني زارع كرم كرم كده ارضي بيبقى على ارتفاع متر او متر ونص حب يغير في حته متر في متر كده قال لك ازرع فيها تينة فالتينه عاليه كده وبتطلع لفوق ورقها اخضر وبعتقد التينه وهي بتتكلم كانت بتفتخر على العنب الغلبان ده الواطي <applause> الراجل صاحب التينة مش زارعها عشان منظر يعني احنا بنزرع ساعات حاجات للزينة مش كده لكن ده مش زارعها للزينة ده زارعها عشان تجيب ايه يا جماعة عشان تجيب تين تجيب تين فطول باله عليها قال الكرامة هو صاحب الـ الـ الغيط مش شغل واحد كرم طيب او او اخبار التينة ايه قال له هتجيب ان شاء الله بقالنا ثلاث سنين يأتي ويطلب فيها ثمرا فلا يجد وبعدين قالوا الجماعة اللي بيفسروا في العهد القديم قال لك دي بقى لها سبع سنين ليه؟ لأن ما كان يقول لك لو زرعت شجرة سيبها ثلاث سنين طبعا مش هتلقى فيها حاجة والسنة الرابعة دي لربنا وابتدي خد منها من السنة الخامسة فالراجل معناها انه عدى الاربع سنين وسبها ثلاث سنين كمان دخل سبع سنين مش بيجيب حاجه. مش بي. كل ما يجي لها يلاقي اخضر كده ظريف بس ما فيش حاجه تتاكل فيش حاجه يشبع بيها صاحب الكرم فكانت النتيجه انه قال الكرام ايه ها اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا ده المكان بتاعها ده خد له كرمتين ثلاثه ايه لازمتها على فكره الكلام ده بينطبق علينا انا وانت وانت عارف وجودنا في الارض ان ما كناش هنجيب ثمر للمسيح ملناش لازمه منظره كذابه يا نفوس بتتمنظر ورق لكن ياتي يسوع زي ما عمل مره ياتي قال قاعد يدور في الشجره يلقى فيها تين ما فرح لعينها ايه الثمر ده خدوا بالكم الثمر مش يعني حاجات كده بقى ظريف او لا الثمر التوبه ثمر الرجوع للرب ثمر يشبع قلب الله ما فيش ناس عايشه في خطاياها عايشه في الاستباحه عايشه في الشذوذ عايشه في الاجرام عايشه في السرقه عايشه في ديانات غريبه على طول كلما ياتي لكي يجد او يبحث عن ثمر ما فيش ده مره المعمدان نفسه قال هو ذا الفاس قد وضعت على اصل الشجره فاس يعني البلطه فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار كم مرة الرب طول باله علينا يا جماعة كم مرة ويجي الصوت صوت القضاء اقطعها يجي صوت حنين كده أنا عارفه حلوة ويقول ايه اتركها هذه السنة أيضا صوت القضاء الإلهي اقطعها صوت يسوع المسيح بيقول ايه اتركها هتعمل ايه هحاول انقب اعرف انقب حولها يعني يعني احفر يعني عايز انزل اشوف العيب اللي جوه في الجذور الجذور بايظه تحت في الاعماق عايز اغيرها من الداخل احاول احط لها شويه سماد فان صنعت ثمرا هو متعشم خير يعني والا ففيما بعد تقطعها يعني برضه عايز يدي فرصة أخيرة حبائي أنا بكلم حتى عن نفسي وإحنا بعد ربنا أكتر من مرة يمكن مرتين ثلاثة اللي بيكلمكم ده تعرض للموت صدقوني تعرض للموت وكنت أطلع كده بمعجزة عارفين كنت أقول لنفسي ده أنت واد محظوظ كان أصحابي يقولوا ده ده حظك حلو أتاري وأنا غباوة لكن فهمت بعدين ان دي كانت المثل ده اتركها هذه السنه ايضا ولما رجعنا للرب فهمنا ان اقول له ايه كم مره احسنت اليها كم مره ضمت جروحي انت قريب جدا ليا انت حبيب قلبي وروحي طيب وعليا بتصبر ايام وسنين وارجع ولاقيك مستني في شوق وحنين أحبائي المشاهدين في كل مكان هل فعلا سم... تفهم كلمة اقطعها مرة عليك ظرف صعب كان في موت مرة مشكلة حادثة وط... وطلعت كده ب... 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 بطريقة معجزية فكرتش تتوب وترجع الله مستخسرنا في الجحيم أحبائي صدقوني الصوت باستمرار اقطعها لكن صوت يسوع مريح صوت النعمة يقول إيه اتركها هذه السنة أيضا <applause> على على دي بس على الماشي لأنه أتذكر حوادث كتير بس حكي لكم على الأقل حاجتين مرة واحد أخ يعني اسمه حكيم أخ اسمه حكيم حبيب صديق يعني لواحد قريبه كان بيكلمه حكيم بيخدم الرب يعني يكلموا عن المسيح ما فيش فايدة قال لي مرة كل ما اروح له حطت السجارة ببقه وحطت كوباية الشاي وحط رجل على رجل أم سيدك برضو مش بيسكت جاب له حتة اقطعها دي مرة فجأة قال أي صدري جاله حاجة في القلب سرخ الحقوني بتاكس ما عندوش عربية ياخدوه على المستشفى وهو رايح في التاكس افتكر إن أبوه جات له نفس الحالة ومات في التاكسي قبل ما يوصل المستشفى، كان العيلة فيها البتاع ده القلب. لما حس إنه هيموت راح صارخ للرب قال له ارحمني طب يا رب سامحني يا رب أنا أترك هذه الحقني يا رب. ولحقوا الرب وشفاه. رجع حكيم قال لي كان مواظب على الكنيسة على طول، ليه؟ ها؟ لما تلوى دراعه جامد وسمع اقطعها، تاب ورجع، تاب ورجع مش لازم يا عزيزي مش لازم يا اختي ان لازم ربنا يلوي لك دراعك او يكسر دراعك متوب من نفسك يسوع حلو يا صدقوني صدقوني وبقولها في كل مكان قبل ما نيجي للرب ونامن بيه كنا فاكرين الحياه مع المسيح دي دمها تقيل ياه, ياه يا عادل عاد هتبقى كده مكتئب وقعد تصلي وحطوا شربات على دماغهم وحاجه احنا كده مفرفشين ده كان مين اللي بيقول لك الكلام ده ها ابليس لكن زي ما بقول مرنم يوم ما عرفتك <applause> يوم ما قابلتك اجمل 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 ايام عمري يوم حلولك فيا بروحي بروحك اقدس 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 ايام عشان كده انا بنادي كل واحد سمعنا بنادي كل واحد شايفنا لازم يتلوي لك دراعك عشان ترجع طب ما في ايه اكتر من اللاويه اللي احنا فيها دي يا بابا مين يضمن حياته؟ ارجع للرب. تعال قول له النهارده ما تكملش الوعظه معايا، قول له رب ارحمني انا الخاطئ. اقول لك حكايه تاني اعرف شاب في الصعيد برضه الكلام ده من عشرات السنين. الشاب ده لأنه مواظب معانا في الاجتماعات ومؤمن حلو قوي قوي، قلت له جيت للرب ازاي؟ قال لي ما حدش كلمني. لكن ابويا كان بعيد عن ربنا قوي. وكان يعني بيقول لي لا سيبك من الكنائس ومن ال... قال لي لكن مرة رحت مع الغيط رحت مع الغيط وجات له أزمة برضو قال لي شاب شايف قال كده قال كلمتين قال يا حزني هموت من الصيد يا حزني هموت ومات قال لي أمام الرب أخ عادل ليلتها قبل الجنازة كنت في الاجتماع بقول له رب ارحمني ليه؟ لأن الرب نبهه جامد هل النفوس التي تموت حولنا في كل مكان يعني أوحش مننا؟ لا الكتاب بيقول هنا ما تفتكرش انهم خطاط اكتر منك لا لا بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون فجميعكم كذلك تهلكون تذكر تذكر برضو حوادث اللي هي بتاعت ال زي بتوع 18 دول 18 يعني ناس قاعدين وقع عليهم السور وقع عليهم البرد برضو دايما بتكلم ساعات لما ربنا بيدينا في النقطة دي بتكلم على أقول لكم أكتر من حاجة لا أو حاجة أو اتنين مرة في طيارة ماليزية سنة يمكن كلكم تعرفوا سنة 14 يعني من حوالي ست سنين طلعت من حتة اسمها كوالا لامبور ورايحة المحيط الهندي أعتقد راحة ناحية يمكن إندونيسيا أو حاجة زي كده لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها دي ما يعرفوش هي فيها فيها 237 راكب دايما لما بفكر بقول يا ترى كم واحد منهم كان عارف انه مش هيكمل الرحلة الاجابة طبعا بديهية ايه ولا واحد كم واحد كان بيفكر انه مش هيوصل للبلد التانية اللي هي اندونيسيا لكن هيوصل إلى مكان من اثنين يا إما إلى الجحيم يا إما إلى المجد الأبدي مع يسوع حوادث عرضية محدش يضمن عمره بقى. هل نرجع فعلا إلى الرب يا جماعة هل نرجع إلى الرب هقول حاجة بالنسبة برضو للظروف بتاعت الأمراض دي الوباء ده الوباء ده الرب بيتكلم بيتكلم فاكرين مرة في أعمال 17 ويمكن الأخ نجيب جاب سيرة الآية دي اللي هي فالله الآن يأمر صح 17 عدد 30 سفر الأعمال فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب متغاضيا عن أزمنة الجهل ليه؟ ليه ليه ليه, ليه ليه الناس؟ قال لك لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين مزمع يعني حاجة مؤكدة الدينونة دي يا ما كفاية ما احنا في جهنم أكتر من اللي احنا عايشين فيها آه في جهنم إلى ما لا نهاية للي يصدق في ناس بينادوا ما فيش نار ده مصيبة مسيحيين مسيحيين كتاب اتكلم كتير على النار والعذاب الأبدية الرهيبة مع ابليس عايزين نرجع ونتوب يقول لك فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل ليه؟ لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل مين الراجل ده؟ ده الراجل ده, ده, ده الإنسان الإلهي أو الإله المتأنس اللي هو يسوع المسيح برجل قد عينه الله لا يدين أحدا، بل قد أعطى بل قد أعطى كل الدينونة للابن ياللي مش مؤمن بالمسيح ياللي مش معترف بيه، هتقف قدامه كالديان أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل، في رجل قد عينه عينه عنه يعني هو ده الوحيد اللي هيدين مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات أو ترجمة ثانية مقدما للجميع برهانا برهانا يعني يعني هل الشخص اللي احنا مسكناه وصلبناه ده ومات هل ده هيقوم ثاني حتى رؤساء الكهنة قالوا ايه قالوا احرص القبر يا بيلاطس احسن بعدين هذا المضل شوف قلة الادب المضل بي... كان بيقول في حياته انه هيقوم طب انتوا خايفين ليه؟ قال برضه احتياطي لا يسرقوا جسده وبعدين التلاميذ ويعملوا ال... ويعملوا لنا مصيبه تاني ويقولوا انه قام وتبقى الضلاله الاخيره اشر من الضلاله الاولى. طب اهو حرس القبر وحط حراس وحط حجر بيقولوا حوالي ثلاثة طن 3000 كيلو ها. هل الحجر قدر يمنع المسيح انه يطلع؟ هل العساكر دول قدروا يحرسوا تحرسوا مين؟ تحرسوا مين انتم؟ قام منتصرا يقول كده مقدما للجميع برهانا اذ اقامه من ال... هات لي نبي هات لي قديس هات لي اي واحد مات وقام بعظمه انا مستعد اسجد له. الناس لسه بتعبد حاجات بيسجدوا للبشر بيسجدوا للبشر لكن أنت يسوع ربي أنت الوحيد الذي تستحق السجود لأنك أنت اللي قمت منتصر غالب مش بس اداني قيامة جماعة لكن هو الديان بعد قيامته اسمع الحتة دي يقول لك بولس لما راح أتينا أتينا اللي هي عاصمة اليونان يعني يقول لك لما كان بيتمشى في اثينا كده مستني تلاميذ لوسيلا وتيموساوس لما يقولوا احتدت روحه فيه ليه يا عمي؟ <applause> قال إذ كانت إذ المدينة مملوة أصناما يا عم كل واحد حر في دينه وكل الديانات تمشي توصل قال لا ما ينفعش احتدت روحه إذ رأى المدينة مملوة أصناما مرة قالوا تعبير قال إنه أتينا كان الأوثان اللي فيها أكثر من عدد السكان <applause> ببساطة عارف ليه؟ لأنه ما... بيعملوا بيعبدوا الاله الفلاني ده ما ريحهمش طب ما نعمل غيره ثالث رابع لكن احنا لينا اله واحد اله مخلص عظيم المهم لما احتدت روحه راح مكلمهم بشرهم بيسوع والقيامه انتوا بتعبدوا اصنام بتعبدوا ناس ماتوا واتدفنوا لكن انا ببشركم بواحد مات وقام آه المهم يقول كده الكتاب حب يقول لهم بطريقه حكيمه لأنني عدد 23 لأني بينما كنت أكتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول دي حقيقة على فكرة تذكر لما زرت أتينا كام ده من مدة يعني حبيت رحت للمكان ده وحبيت أشوف المكان ده موجود ومكتوب الوعظة بتاعت بولس دي مكتوب مكتوبة باليونانية القديمة على ما أذكر ما فهمش يوناني فسالت واحد جنبي بالانجليزي قلت له ديت ات... انا عايز اتاكد ان هي دي قال لي ما دي ما لغه قديمه قلت له مش انت يوناني قال لي ايوه يوناني ومش عارف طبعا قلت له تقريبا كده في شاهد تحت <applause> ب... ما... مسيحي بس بالاسم قال لي اه في حاجه كده زي ما تكون من الكتاب المقدس قلت له طب خلاص <applause> دي هي دي المهم انه ايه قال لهم وجدت لما كنت بنظر الى ما وجدت مذبحا مكتوبا عليه الاله مجهول في اله انتم مش عارفينه فالذي تتقونه وانتم تجهلونه هذا انا انادي لكم به الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالأيدي في هيكل مصنوعه بالايادي ما بيسكنش في هياكل مصنوعه بالايادي ولا يخدم بأياد الناس في ناس بتدافع عن الإله بتاعهم وإحنا الإله بتاعنا بيدافع عننا كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا أو أو نفسا وكل شيء يعني معناها إيه من غيره ما فيش حياة من غيره ما نفس في موت من غيره بفقد كل شيء لكن أحب أقول لكم برضو ايه حكايه الاله المجهول دي؟ انا بحب ساعات اقرا التاريخ بتاعها. اله المجهول باللغه بتاعتهم كان مكتوب عليه اجنوستو ثيو، اجنوستو يعني مجهول، ثيو جاي منها الثيولوجي اللي هو اللاهوت. ايه ده حكايته؟ قال لك انا كاتب دي عندي هنا. قال لك من حوالي 600 آه سنه من حوالي 600 سنه حصل حصل وباء في المنطقه دي في اتين زي زي الاوباء بتاعتنا كده حصل وباء رهيب ابتدوا الناس بتموت ابتدوا طبعا هيلجاوا لمين يعني هيلجاوا للالهه بتاعتهم الالهه بتاعتهم مش جايبه نتيجه ناس بتموت حاجه ما تعرف كورونا ولا ايه ما اعرفش المهم, المهم انه في الاخر هم محتسين فكان في واحد فيلسوف حكيم كده اسمه ابيموندوس جابوه من جزيره تانية قالوا له ما عندكش حل قال لهم هحلها لكم قالوا له تحلها ازاي قال لهم اذا كان كل الالهه ديت مش جايبه نتيجه ها قال لهم اذا هناك اله مجهول احنا مش عارفين ده كلام الراجل الوثني والمسيحيين مش بيعبدوا غيره قال لهم في اله مجهول انتم مش عارفينه هذا الاله ده واضح انه قوي جدا 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 لدرجه انه بيضرب المدينه بهذا البلاء. طب وهنعرفه ازاي؟ والهتكم كلها ديت مش جايبه نتيجه. كتر الالهه مش جايبه نتيجه، طب نعمل ايه يا ابيموندوس؟ قال لهم هقترح عليكم اقتراح ظريف، ايه هو؟ هتعملوا مذبح مذبح والمذبح ده هيبقى للاله هذا الاله المجهول الذي تجهلونه وانتم تتقونه او انتم يجب ان تتقوه ايوه وبعدين قالوا نقدم عليه ذبائح ونكلمه ويمكن يعفي عننا <applause> طب إيش ضمنك قال احساسي ان هذا شوف حتى الوثنيين بيبقى عندهم احساس بعظمه الهنا احساسي ان هذا الاله رغم انه حي وقاسي لكن ممكن قابل للتفاهم <applause> قابل للتفاهم زي اللي... زي يونان لما راح نينوى اما أم قال لهم بعد أربعين يوم تنقلب نينوى فهموها قال لك ده اله يعني ممكن ناخد وندي معاه ما هو لو عايز اله ديان وصعب وقاسي ومنتقم وجبار ما كانش يبعت الراجل ليه؟ ما كان طربقها على دماغنا فحسوا زي بتوع نينوى حسوا ان هذا الاله قدوس لكن في نفس الوقت ممكن نتفاهم وده اللي انا عايز اوصله لك هن... تعال اتفاهم النهاردة مع يسوع المخلص طيب وبعدين قال لك بدوا يقدموا ذبايح ويصلوا يقولوا له أيها الإله الذي لا نعرفه لكن نخشاه إن كنت أنت صانع هذا البلاء لأن احنا بعاد عنك وماشيين في الوثنية فمن فضلك اعلن ذاتك لينا بأنك تمد إيدك بالشفاء بالحرف كده قريتها أعتقد التاريخ مظبوط تاني يوم توقف الوباء. تاني. هدوا كل المذابح الوثنيه وفضلوا يعبدوا هذا الاله الحي لكن طبعا كحاجه بتحصل ابتدوا يرجعوا ثاني الوثنيه ابتدوا يحطوا مذابح تاني ورجع بولس هنا الرسول بيقول لهم ارجعوا لهذا الاله الذي به نحيا وايه كمان؟ ونتحرك ونوجد يعني عارف عارف نحيا يعني من غيره انا مهيت نتحرك من غيره انا مشلول. ونوجد من غيره انا ليس لي وجود ملاقم صفر على الشمال الذي به نحيا ونطح طب واذا ما قبلناهوش خد اللي جايه دي بقى ان ما قبلتوش بقى خد بالك فالله الان يامر نفس الايه بتاعتنا <applause> الله الان خد بالكم انا ما بحبش ما بتحبش الاوامر يعني ما تحب بامرك بس ده امر حب خايف عليك وخايف عليك الله الآن وأنا بكرر الله الآن يا أخي الله الآن يا أختي الله الآن يا من تخافون من الموت الله الآن يا من صرت ما زلت بعيدا عن المسيح الله الآن يا من تعبد آلهة أخرى الله الآن حتى يا من تواجه مرض وخايف من الموت بيأمرك في هذه في هذه الساعة يأمر ما ما المسيحية بتاعتنا مش قاصرة على ناس يأمر جميع الناس في كل مكان يأمر جميع الناس الانجيل انتشر لالاف اللغات ولف الكره الارضيه البشاره في القنوات الفضائيه المظبوطة بتعلن البشاره ومحطات واذاعات لكل العالم يأمر جميع الناس في كل مكان بامرهم ايه بقى يا جماعه ها ان يتوبوا امر للتوبه توبه يعني ايه يعني هدي ظهر للخطيه هدي ظهري للوثنية هرفض الشهوات الردية هرفض الشذوذ وال... والإجهاض والقذارة اللي الناس عايشة فيها هرفض ديانات العالم واتجه إلى يسوع يأمر أن يتوب أتوب يعني هدي ظهري لكل الع... كل الماضي بتاعي كل الخطايا وارجع له متغاضيا عن أزمنة الجهل أن أزمنة الجهل أزمنة الجهل يعني يعني واخدين بالكوا الله بيعتبر عارفين لو الله بياخدنا على إن إحنا قاصدين ملناش خلاص يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون اللي بيصلبوه عارفين لو قال يا أبتاه لا تغفر لهم لأنهم يعلمون ما يفعلون كانوا كان الدنيا خلصت من ألفين سنة لكنه حول القضية بتاعتهم من بسميها في القانون قتل عمدا مع سبق الاصرار الى ناس ما يعني انت واحد يخبط واحد في عربيه يسالوه في قرابه بينك وبينه؟ ما انت قصتها لا ولا اعرفه يسالوا الراجل المجني عليه شفت ما اعرفوش يبقى بقت ايه؟ جريمه غير مقصوده قتل غق خطا او حاجه زي كده، دي فيها مثلا سنه سجن لكن الثانيه فيها اعدام. فرب المجد يسوع على الصليب حول قضيتنا يا جماعه الى قضيه جهل. قتل غير مقصود لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد بيصلبوا مين؟ واحد بيقولوا أنه نبي ده ده هو اللي خلق الأنبياء بيصلبوا واحد بيدعي أنه هو الله غصب عنك هو الله لكن بما أنهم جهلة فحول قضيتهم إلى قتل غير مقصود وهنا كمان بيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل هل ترجع عن أزمنة الجهل يا أخي هل ترجعوا صدقوني بعيد عن المسيح احنا عايشين في جهل لكن في تحذير تاني ليه بتأمر الخايف عليك لأنه أقام يوما هو فيه مزمع على فكرة في يوم قريب للدينون ما احنا في غ... في نار اكتر من كده في صدقني في حاجه اسمها العرش العظيم الابيض ابيض يعني مش مدهون ابيض يعني من كتر القداسه بتاعته الخطاه يبقوا بيترعشوا كده قبل ما يترموا في البحيره المتقده بالنار والكبريت ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل مش ظلم لأن ادالك البشارة كلمك عن المخلص وانت رافض قال لك ارجع وتوب وتعالى للصليب يسوع يغسلك من خطاياك وانت رافض يبقى اذا بالعدل تستحق الاعدام الابدي هيدين المسكونه برجل إن قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات احبائي هل يا ترى هنقدر نطلع بحاجه فيها حياه من دائره الموت اللي احنا عايشين فيها من فضلك قلل شوية ولو ساعة أو اتنين أو ليلة أو ليلة واقعد قدام ربنا اقفل التلفزيون والقنوات كلها زي بعضها بتقول لك الدنيا من سيء لأسوأ اقفل التلفزيون واركع وقول له تقبلنيش يا من مت لأجلي تقبلنيش أيها المخلص العظيم أنا أيوة رب أنا أشكرك لأنك مديني حياة لحد هذه اللحظة وأنت بتعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء أنا عايز حياة من الصنف الثاني إيه هي الحياة من الصنف الثاني قال أما أنا فقد أتيت دف رب يسوع بيقول كده انجيل يوحنا صحر أما أنا فقد أتيت لكي تكون لهم حياة وليكون لهم إيه وليكون لهم أفضل هنا السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك السارق يعني بيجوا يسرقوا الناس بيضحكوا عليهم بخداع لكن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا ده حاجة تانية خالص فقد أتيت لماذا أتيت سيدي إلى العالم لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل هل عايز أفضل هنا في الأصل يعني حياة فائضة حياة تبقى مش مصدق أنا على الأرض ولا في السماء أو زي ما أحد القديسين تقضى مكاري يقول إيه ملا أيامي أفراح وهنا والأرض صارت ليا سماء وسط البرية عيشة هنية هي النعيم هي النعيم أختم كلامي قبل ما نصلي بجملتين أنا واخدهم برضو من الأخ نجيب بعد إذنك <applause> يقول كده في شريط من الشرايط ما هي حياتك؟ باقتبس أه بقتبس حاجات اخ نجيب منك. <applause> ما هي حياتك يا خاطي اذكر، أصل فاكر هو قالها؟ كان شريط نجيب خمسة تقريباً. واحد كمان ده أول أول قصيدة حلوة. لأنه عارف هو, هو هو بيرنم بس لما قالها كده بالكلام هز يعني من الكلام ده من يمكن 40 سنة. هقول بس العدد القراءه دي وهدي له الفرصه بعد كده ما هي حياتك يا خاطي اذكر ما هي نهايتك يا خاطي انظر اذكر ان حياتك بخار سينقضي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل اذكر ان نهايتك في نار لا تنطفئ لكن صوتك يقول لي ان الحياه طويله اوعى تضحك على نفسك بالخدعة دي لا يا أخي لا انقصرت ما احنا الأيام اللي احنا فيها دي ممكن الحياة تبقى قصيرة أيام انقصرت هتكون أيام وان زادت هتبقى لو ما انتهاش الفيروس ده هتبقى شهور وهنموت ان زادت هتبقى شهور طب وان طالت هتبقى سنين دي أيام مليانة ألام وشهور مليانة شرور وسنين مليانة أنين مليانة أنين يلا نصلي مع بعض دقيقة كده غمض عينك معاي يا ربي أنت بتتكلم معنا كلنا يا رب أنت بتنبهنا يا رب بل إن لم تتوبوا يا رب بصلي من أجل كل نفس الآن تشاهدنا كل نفس تسمعنا الآن انها ترجع بالتوبه ولا قبول للخطايا والغفران الا من خلال الذي دفع الثمن على صليب الجلجثه، شخصك ايها الرب يسوع ايها السيد الرب انت تعطي غفرانا وسلاما كاملا لكل من يقبل اليك، رب في مواجهه موت اللص اللي على الصليب طلع احسن من كثيرين، واجه الموت والموت مؤكد لكن لحق نفسه قال لك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ما كسفتوش ما كسفتوش قلت له الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس يا بختو ويا بخت كل نفس تقبلك ايها الرب يسوع المسيح ولك المجد والاكرام من الان والى الابد امين